مرحبا. مرحبا. شنو اسمي الكريم؟ جليس بركات. اهلا وسهلا فيك. حابه اسالك كم سؤال على السريع، تمام؟ شو اكثر شيء لفتك في مزاد القريه لما اجيت عليه اول مره؟ صدقيني اسعارهم حلوه وسياراتهم حلوه، فما بتخسر كثير، يعني ما بتصرف في الاسبير كثير، فمزاد حلو. كم سياره اشتريت من القريه قبل هيك؟ لغايه الحين 6. واو ما شاء الله 6 سيارات. شو اللي لفتك خلاك تشتري اكثر سيارات من عندنا؟ صدقيني عرباتهم نظيفه، عربات نظيفه، ويعني حتى قطع الغيار يعني ما بيكون فيها ضربات كثيره. بتحب توجه اي رساله لمزاد القريه؟ صدقيني يا ريت الناس تجي القريه وحتستفيد. يعني بتنصح ناس ثانيه انها تيجي على القريه من معارفك واقاربك؟ ان شاء الله. تمام، شكرا لك.